اهلا بكم اعزائي مشاهدي ومتابعي قناه مهارات زراعيه في كل مكان. في مثل عربي شهير بيقول ان غاب الضاني عليك بالحمصاني، بمعنى لو ما توفرش عندك اللحمه الضاني فالجا للحمص، لان الحمص غني جدا بنسبه البروتين، في حوالي ما يقرب من 20% بروتين، وكمان البروتين بتاعه عالي الجوده، بمعنى ان البروتين بتاعه مشابه جدا للبروتين الموجود في اللحمه الضاني او لحمه الاغنام. لذلك هقدم ان شاء الله النهارده فيديو مهم جدا عن الفوائد العجيبه لنبات الحمص وقيمته الغذائيه العاليه، وكمان ازاي ازرعها في المنزل باسهل طريقه. يلا مع بعض نبدا الفيديو. اولا الحمص هو نبات بقولي زيه زي الفول بالظبط. في نوعين من الحمص، في حمص بيسموه الحمص الدبسي اللي هو صغير الحجم زي الحمص بتاع التسالي كده، كمان في الحمص كبير الحجم زي اللي شايفينه كده، ده اسمه حمص الكابولي نسبه الى كابول في افغانستان، لانها اكتر بلد بتزرع الحمص الكبير ده، واحنا هنسميه هنا في مصر الحمص الشامي. تعال بقى اقول لك على القيمه الغذائيه للحمص. كل 100 جرام حمص حسب وزاره الزراعه الامريكيه بتقول ان فيه 164 سعر حراري، في 6.4 تقريبا دهون، وفي 6.6 كربوهيدرات، في الياف حوالي 17.5%، في سكر حوالي 17.7%، وفي بروتينات 19.3%، ومن اجود انواع البروتين كمان في 57 ملي جرام كالسيوم، في 4.3 ملي جرام حديد، في 79 ملي جرام منجنيز، في كمان بقى بوتاسيوم، في زنك، في نحاس، في منجنيز، في كبريت، والفسفور، وايضا غني بالعديد من الفيتامينات زي فيتامين بي 1 و2 و3 و6، في كمان حمض الفوليك وده مهم جدا للانيميا، كمان غني جدا بالاحماض الامينيه المهمه جدا لحياه الانسان. هنتكلم بقى عن الفوائد الطبيه لنبات الحمص. اول حاجه هو منشط للاعصاب ومنشط للمخ ومعالج الانيميا، لانه يحتوي على نسبه عاليه من الحديد وحامض الفوليك، ودول مهمين جدا في علاج الانيميا. تاني حاجه هو يعتبر مضر للبول ومفتت للحصى ومفيد جدا لصحه الكبد. كمان مسحوق او مطحون الحمص بيستخدم لشفاء القروح والجروح الخبيثه او العميقه. رابع حاجه بيعالج حالات الضعف العام عند الانسان ويديك كده جرعه من الطاقه والنشاط. مفيد جدا في علاج الاورام والام الظهر وخصوصا الاورام الغير حميده. كمان محسن جدا للصوت، الناس اللي عندها بحه في صوتها لو شربت حمص بيساعد جدا على تحسين حاله الصوت. محسن كمان ومصفي لون البشره وعلاج النمش اللي بيكون موجود في الوجه. كمان هو بيستخدم للحمايه او الوقايه من الامراض السرطانيه. كمان بيحمي الانسان من الاصابه بالامساك. بيحتوي ايضا على العديد من الاحماض الامينيه الهامه وتزيد حيويه الانسان ونشاطه، وكمان محتوي على الاوميجا 3 ومعروف فوائد الاوميجا 3 الكثيره. كمان بيخفض نسبه الكوليسترول الضار في الجسم، وايضا بيقلل نسبه السكر في الدم. كمان بيحتوي على نسبه عاليه جدا من مضادات الاكسده، ودي بتساعد جدا لحمايه الانسان وتقويه جهازه المناعي. كمان الحمص لانه غني جدا بالالياف فهو بيساعد جدا على تنظيم حركه الامعاء والحفاظ على صحه الجهاز الهضمي، مفيد ايضا لصحه القلب والاوعيه الدمويه. فعلا الحمص فوائده عجيبه جدا. عايز اقول لك على اخر نقطه ان الحمص كمان بيستخدم في الناس اللي عايز يعمل انقاص للوزن، لانه بيشعر الانسان بان هو عنده شبع لفترات طويله جدا، فده بيقلل احتياجه للاكل. مواعيد زراعه الحمص. في بعض الدول زي مصر بتزرع الحمص ده كمحصول شتوي، يعني بيبدا زراعته من نصف الشهر العاشر الى نهايه الشهر ال 12، تمام. في بعض الدول زي سوريا وبعض دول الشام بتزرعه كمحصول ربيعي في الربيع. اول خطوه في الزراعه باخد بذور الحمص وبنقعها في الماء لمده حوالي 24 ساعه عشان تبدا البذور تتشرب الميه ويبدا الجنين ينتبه للانبات. بعد كده اخد بذور ديت والفها في منديل ورق بالطريقه اللي انتم شايفينها ديت، واقوم بقى جايب بخاخه وعملها عمليه رش خفيفه خالص على المنديل، واخد المنديل ده واضعه في كيس بلاستيك سواء كان شفاف او اسود مش فارقه معايا لحد ما يحصل له عمليه انبات. وخلال يومين بالظبط بكون تم موضوع الانبات، 48 ساعه بلاقي كل البذور حصل لها انبات. بعد كده ابدا افك
المنديل وهشوف كده عندي البذور بدات نبتت اهي. شايفين الجزء الابيض او الانبات الابيض ده، ده هو الجزير او اللي هيكون الجذر معايا، لان الجذر بيطلع الاول قبل الاوراق. بقى كده بكون مجهز بقى التربه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، التربه تكون خفيفه جدا صرف. الحمص بيجود في اي انواع تربه، ولو كانت تربه صحراويه او تربه صفراء او تربه رمليه بيجود برده فيها جدا. بعمل حفر في التربه بعمق حوالي عقله صباع او 2 سم، وهقوم بوضع بذره في كل حفره، واخلي الجزير او النبته البيضاء ديت هي المتجهه الى الاسفل لان ده هو الجذر. اكمل كل ده وابدا اعمل عمليه تردين بصباعي خفيفه على كل البذور اللي انا زرعتها. ابدا بقى ان شاء الله ادي عمليه ري خفيفه لكل البذور ديت، وكده اكون نهيت عمليه الزراعه. القصيص اللي انا زارع فيه بذور الحمص هاخده واغطيه بكيس شفاف كما ترون، واحكم اغلاقه عن طريق اسك او خيط من اسفل كما تشاهدون. وبعد كده اترك هذا الاناء في مكان مظلل بعيد عن اشعه الشمس لمده حوالي 5 ايام. كل البذور اللي انا زرعتها كانت تكونها جذور، هتكون اوراق بقى كامله. بعد كده اعرض النبات ده بعد 5 ايام لضوء الشمس مباشره تدريجيا كل يوم ساعه او ساعتين. بعد مرور 10 ايام هلاقي عندي نبات بالطريقه الجميله اللي هتشوفوها دي. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه. وبعد مرور 10 ايام من الزراعه ده منظر الحمص اللي احنا زرعناه. كل بذره تقريبا ادتني نبات حمص كامل. زي ما انتم شايفين كده اوراق الحمص صغيره بيضاويه الشكل. كده ممكن اقوم بقى بتفريد كل نبات من دول في قصيص مستقل، ولازم يكون القصيص ده في حجم كبير مش اقل من 25 30 سم عشان ادي فرصه لنمو وانتشار الجذور، وبالتالي هاخد نبات قوي. اخر مرحله في الزراعه مرحله التفريد، بفرد الشتلات بس ازرع كل نبات يا اما في قصيص مستقل وقلنا يكون حجمه مش اقل من 25 30 سم او ازرعه في الارض المباشره عن طريق معلقه، وابدا اطلع كل نبات بجذوره وراعي كويس جدا ان انا ما اقطعش الجذور. افصل النبات بحرص جدا وابدا انقله الى القصيص الجديد او الارض المباشره. برفع انا كده نبات اهو زي ما انتم شايفين كده، بحطه تاني مكانه، اتاكدت ان هو مرفوع تمام. ابدا بقى اعمل حفره في القصيص اللي انا هزرع فيه، وابدا انقل بقى النبات ده للقصيص الجديد او للارض المباشره. هبدا ارفع بقى النبات بحرص اللي انا فصلته وانقله للتربه الجديده او القصيص الجديد. بعد ما ازرع النبات زي ما انتم شايفين كده في التربه الجديده، بعمل عمليه كده ضغط على التربه حوالين النبات كويس جدا عشان اعمل عمليه تثبيت للنبات، وبعد كده اقوم بعمليه ري خفيف. بنلاحظ ان اصلا في البدايه كنت عامل ري للتربه كويس جدا، دي اهم نقطه قبل الزراعه. بضع بقى النبات ده في مكان مشمس شمس كامله طوال اليوم. الحصاد بيكون بعد مرور حوالي 100 يوم من الزراعه، تبدا عندي النباتات تكون زي ما انتم شايفين كده البذور او القرون اللي فيها البذور، وبيكون لونها اخضر في البدايه. لما يبدا النبات يقرب على الجفاف تبدا الاوراق تصفر وتبدا القرون تاخد لون الاصفر الى ان يتم النضج الكامل، بتكون بالشكل ده لونها اصفر ذهبي زي لون القمح بالظبط. وهنا بقى اقوم بعمليه الحصاد او افصل قشور عن حبوب الحمص. كده اصبح عندي محصول حمص جاهز للاستخدام باي طريقه. شكرا لحسن سماعكم والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.